الموافقة على تعيين معالي السيد أحمد علي أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من أول يوليو تموز 2016. لم يكن بلوغ هذا التوافق مهمة سهلة، إذ جاء بعد نحو 8 ساعات من المشاورات المكثفة التي أجراها الوزراء على مستويات عدة. فقد بدأت الاجتماعات التشاورية، وفي صندوق المرشح المصري أحمد أبو الغيط 5 أصوات مؤيدة، هي دول الكويت والبحرين والجزائر وليبيا وتونس، وسط أجواء عامة بالموافقة باستثناء تحفظ قطر والسودان. لتبدأ محاولات إقناع المتحفظين رغبة من الجميع في استبعاد فكرة اللجوء للتصويت على القرار. وظهر توجه بتأجيل التصويت أو استبدال مصر مرشحها بآخر يزيل أسباب التحفظ القطري السوداني، وهو ما قابلته مصر بالرفض القاطع وساندتها الدول المؤيدة. يتراجع السودان عن تحفظه ويبقى التحفظ القطري. رغبة منا وحرصا منا على أن لا يؤثر ذلك على العمل العربي المشترك، فنحن سنكون مع هذا التوافق رغم تسجيل تحفظنا على شخص المرشح، ونتطلع أن يطلع الأمين العام بمسؤولياته وأن يتعامل مع كافة الدول العربية بما يخدم مصلحة العمل العربي المشترك. وبهذا أصبح أبو الغيط الأمين العام 8 لجامعة الدول العربية. شغل أبو الغيط منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يوليو 2004 وحتى مارس 2011. قاد خلالها الدبلوماسية المصرية في سنوات شهدت سلسلة من الأحداث الهامة، وهاجمه كثيرون باعتباره آخر وزير خارجية للنظام الذي أسقطه المصريون بثورة 25 يناير. وبعد خروجه من الوزارة آثر أبو الغيط الصمت ليخرج عن صمته قبل نحو 3 أعوام بإصدار كتاب يروي فيه تجربته في العمل الدبلوماسي، ويشارك بعدها في لقاءات تلفزيونية كشف خلالها عن سنوات ما قبل ثورة يناير. فهل ينجح أبو الغيط في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة بعد توليه مهام منصبه الجديد؟ الأمين العام الحالي الأخ نبيل عربي سرد التحديات اللي واجهها في 5 سنوات، وكل فترة لها تحدياتها، لكن أرد وأكرر الأخ أحمد أبو الغيط قدير على مواجهة كل شيء. رحلة أبو الغيط مع الجامعة العربية ستبدأ في شهر يوليو المقبل بعد أن ينهي الأمين العام الحالي نبيل العربي فترة ولايته. بتوافق عربي وتحفظ قطري، أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية. توافق لم تكن الطريق أمامه ممهدة، لكنه حدث ليخطو أبو الغيط أولى خطواته نحو تسلم مهام منصبه التي لن تخلو من تحديات مركبة. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، القاهرة.